بالتزامن مع الذكرى 35 من تأسيس الصليب الأزرق، فقد جاء تنظيم هذا اليوم المسمى بيوم خالي من الكحول من قبل الصليب الأزرق، وذلك تحت شعار معا ضد الكحول. وستتخلل أنشطة هذا اليوم مجموعة من الإرشادات التي تسلط الضوء على المخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بتعاطي النساء للكحول أثناء الحمل وتأثيرها على الجنين. نائب رئيس الصليب الأزرق الدولي أوضح بأن مؤسستهم تعمل على رفع الوعي حول مخاطر الكحول والمخدرات والعمل على خلق مجتمع خالي من الإدمان عبر تقديم الاستشارات، بينما أكد الأمين العام للصليب الأزرق التشادي بأنهم يسعون إلى توعية المجتمع بشكل عام والنساء الحوامل بشكل خاص حول مخاطر تعاطي الكحول وتعزيز أسلوب حياة صحية خالية من استهلاك الكحول والمخدرات. فمن دون شك أن الأنشطة التي يتضمنها هذا اليوم سيكون لها أثر إيجابي في تعزيز الوعي المجتمعي وتوفير المعلومات الضرورية حول مخاطر الإدمان